فارق النقيب عبد اللطيف بوعشرين حياة بعد فترة قضاها في قسم الإنعاش، وقد خلف الخبر حزنا عميقا وسط زملائه في المحاماة، كما ترك حسرة لدى الصحفيين الذين جمعتهم بالرجل علاقة احترام وتقدير وعمل مهني من حوارات وتصريحات وتقاطع معلومات. رحم الله المحامين، حمل البدلة السوداء بكثير من الاحترام، وكانت له مواقف مشرفة في الكثير من الملفات، وكان الله في عون أسرته وألهمهم الصبر والسلوان. كما شاركت الفنانة دنيا بطمة حزنها من خلال مشاركة صورة كتب عليها إن لله وإن إليه راجعون. ويعتبر النقيب عشرين هو محامي الفنانة دنيا بطمة الذي دافع عليها بشراسة في كل قضاياها هي وأختها ابتسام.